اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الجزء الاول من تحليل ما قبل مباراه النادي الاهلي وبتروجيت في الاسبوع 26 للدوري المصري الممتاز، النجم الكبير كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن؟ اهلا وسهلا. مرحبا حضرتك. ايه الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. خلينا نتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. النهارده هيدير المباراه بتاعت النادي الاهلي وبتروجيت ان شاء الله الحكم الدولي امين عمر. نعم. وهو لسه راجع من بطوله افريقيا للناشئين، ويعاونه يوسف البساطي، ويوسف البساطي هيروح بطوله افريقيا للشباب باذن الله الشهر القادم، ومعاه محمد عبد المجيد مساعد حكم الثاني، والحكم الرابع عمرو رمضان، والحكم الخامس الحكم الدولي محمد عادل، ومع الحكم الاضافي الاخر محمد عباس. نعم. طاقم حكام دولي، امين عنده خبرات عاليه جدا، لسه لعب ديربي تونس الترجي والنجم الساحلي وادى مباراه كويسه. بيأدي في الدوري المصري اداء كويس جدا، والنهارده المباراه دي مهمه جدا لامين، واتمنى له ان شاء الله يركز في مباراه لسبب بسيط. امين النهارده كانت الاعلان بتاعه قائمه الحكام الافريقيه اللي هيشاركوا في افريقيا اللي هتتلعب في مصر ان شاء الله. امين كان من ضمن المرشحين من الحكام اللي يشاركوا بجانب جهاد جريشة، بس نصيب برضه زي برضه ما بتيجي تختار منتخب مصر، لم يقع عليه الاختيار في اختياره في افريقيا، ووقع الاختيار على محمود البنا. هيبقى معاه ان شاء الله في بطوله افريقيا. يعني كابتن محمود البنا هيلعب يعني هيروح يحضر كورس الاول جنوب افريقيا مع حكام الفي ار في جنوب افريقيا، ومعاه محمود ابو الرجال مساعد حكم، ومعاه ان شاء الله احمد حسام طه. انما كده بنسبه كبيره زياده عن 90% هيبقى جهاد جريشة ومحمود البنا اللي هيديره كحكام قائمه في التحكيم في امم افريقيا. في امم افريقيا. امين طبعا كان متوقع انه يروح، خاصه هو لسه لاعب قبل نهائي امم افريقيا من اسبوعين بالظبط، وعمل الشباب بالظبط وعمل مباريات كويسه، بس طبعا كل حاجه نصيب. النهارده المباراه بالنسبه له لازم يركز جدا عشان يثبت لنفسه انه لا، الفتره الجايه ممكن يؤدي اداء افضل ويبقى متواجد في البطوله القادمه، وكل التوفيق طبعا للبنا. تفتكر ده قد يؤثر عليه بشكل سلبي؟ ممكن. لو بص لو ما عندوش طب ليه لجنه الحكام اختارت كده؟ طبعا هم حرين، لكن انا بتكلم لماذا يتم هذا الاختيار في حين ان انت كلاعب لما بتبقى بره ال 18 تبقى متضايق، او لما تبقى قاعد احتياطي وبتيجي نازل بيؤثر عليك بشكل سلبي. ولكن هل كابتن امين عمر او اختيار الكابتن امين عمر جاء لسبب معين مثلا او لشيء؟ بص يا كابتن، هو لجنه الحكام الافريقيه هي اللي بتختار، يعني اللجنه المحليه بتاعتنا دي مالهاش دور. الشيء الطبيعي المتبع اللي بيخش البطوله الكبيره يكون واحد لعب في البطولات اللي هي يا بطولات ناشئين يا بطولات شباب. تمام. احنا عندنا من اللي لعب في الاوشان، احنا عندنا في ابراهيم نور الدين لعب بطولتين شان وبطوله شباب، يعني كان مرشح ممكن يبقى موجود في افريقيا. في عندنا امين عمر لعب قبل كده في بطوله، وبعد كده طبعا اللي كان مرشح بقى يبقى موجود، ومحمد معروف لعب في بطوله ناشئين كان مرشح برضه يبقى موجود في افريقيا. بس المفاجاه جت السنه دي لمحمود البنا، اكيد اكيد لمستواه الفني اللي متابعينه هنا في الدوري المصري البطولة العربية. إنما كمشاركة في البطولات الأفريقية محمود لسه ما شاركش، حضر كورسات بس. حضر كورسات بس. فأتمنى ده ما يأثرش النهاردة على أمين، لأن أمين برضو حكم زي لعيب الكورة كان يتمنى يبقى في المنتخب. ما هو إنك تلعب في بطولة دي أكنك في المنتخب، يقع اختيار. بطولة أفريقية والناس كلها في أفريقيا هتتفرج عليك. ومهمة، خلي بالك إن البطولة كمان يا كابتن إسلام اللي جاية دي مهمة قوي، لأن الأنظار كلها هتبقى عليها والاتحاد الدولي كله هيبقى موجود. فبتبقى فرصه لاي حكم يبقى متواجد، ممكن ياخد عربيته ويروح يحكم ماتش. ما في موضوع، يبقى معانا بقى ان شاء الله. معانا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. نتمنى له يا رب كل التوفيق كابتن امين عمر. إن شاء الله. طيب كابتن، قبل ما نتكلم عن طاقم التحكيم اكتر ونخوض في هذه التفاصيل اكتر، عايز اسال حضرتك برضو، امبارح فوجئنا او مش فوجئنا، عرفنا ان في سبع تغييرات او سبع تعديلات في قانون كرة القدم الجديد. تمام. ايه راي حضرتك؟ اولا تقول لنا التشكيلات او السبع تغييرات اللي حصلت. اوكي. وايه راي حضرتك فيها؟ بص، هو كل سنه في مارس في لجنه الايفاب دي مكونه من اسكتلندا وايرلندا ويلز وانجلترا، ومعهم الاتحاد الدولي. اوكي. بيجتمعوا في الاتحاد الدولي وبيقروا بعض قرارات في قانون كره القدم، واللجنه دي يا كابتن اسلام هم بس ليهم حق انهم يغيروا قانون كره القدم اللي هي بريطانيا العظمى ومعاها الاتحاد الدولي. في بدايه شهر مارس في الاجتماع رقم 133، وكان بحضور برضو كابتن هاني ابو ريده كان موجود في اللجنه دي، عملوا سبع تغييرات في قانون كره القدم يا كابتن، او تعديلات. بصراحه السبعه رائعين.
السبع هدفهم او الفلسفه بتاعه التغييرات الجديده بعد ادخال الفي ار السنه اللي فاتت تبع لجنه الافاب. السنه دي عملوا سبع التعديلات دي يا كابتن كلها مهمه جدا وكلها تقلل من حده التعصب داخل ارض الملعب. واقولهم لك كده بالترتيب. احنا يا كابتن اسلام كان عندنا مشكله اما تلاقي حكم المباراه بيوقف كره على 18 في حيطه بتقف مظبوط، كنت بتلاقي العيب المهاجم بيجي يقف جنب الحيطه ويفضل يخبط ويزق هنا ويعمل مشاكل. تمام. لا، من ضمن القرارات، القرار رقم واحد قال لك عند تنفيذ ركله حره مباشره او غير مباشره عند منطقه ال 18 ما يسمحش لاي لاعب من فريق الخصم يقف في الحيطه، لازم تبعد 100 متر عنها. طبعا لما تبعد متر عن الحيطه دي فهتسهل لك الامور جدا. ده كان اول تعديل. بعد كده في تعديل مهم جدا برضو في لجنه الافاب خدته. احنا عندنا يا كابتن اسلام مشكله المشاكل كلها الكره ما بتيجي في ايد اللعيب المهاجم دخل ال 18. كان زمان بنقول لك ايه، او من زمان لغايه دلوقتي حتى ممكن يحصل النهارده، طالما انها مش متعمده ما فيش مشكله. لا، الاتحاد قال لك دلوقتي سواء متعمده او غير متعمده. بس كده هتبقى ضربه جزاء. لا، ده المهاجم. على المهاجم. المهاجم مش المدافع. اعتقد قدام بعد ما تعرفش كام سنه الله اعلم ممكن يغيروها للمدافع برضه. يعني اي مهاجم هيستفيد ان الكره خبطت في ايده سواء بتعمد او غير تعمد الهدف يتلغي. وده شايفه بصراحه شيء كبير جدا من العداله. نعم. دي التعديل رقم 2. التعديل رقم 3، احنا بنتفرج على المباراه وتلاقي اللعيب وهو خارج بيستبدل في نص الملعب بيتمشى لغايه ما يوصل ايه لخط الملعب. لما يبعد الناحيه الثانيه لو كسبان. برافو عليك. الناحيه الثانيه عشان يلعب باك رايت في الحته دي. بالظبط، تلاقي في المكان اللي حضرتك كنت بتلعب فيه وتلاقي اللعيبه بيعملوا ايه بقى، بتعمل مشكله يزقوه عشان يخرج. لا، الاتحاد الدولي ينزل من اقرب نقطه هيتم فيها الاستبدال لو حضرتك من ناحيه الكورنر تطلع من ناحيه الكورنر. طيب هنكمل كلامنا يا كابتن، ولكن عشان اذان المغرب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم بعد اذان المغرب. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير، كنا بنتكلم عن اهم التعديلات. تمام، احنا قلنا في هم عباره عن 11 تعديل، فيهم سبعه مهمين. احنا نكملهم. لو الكره مثلا خبطت في الحكم، لو الكره خبطت في الحكم وراحت للخصم هنا الاحور كنا بنستمر لعب على اساس ان اللاعب ايه كان لم يكن موجود في الملعب. نعم. دلوقتي الاتحاد الدولي قال لك لو الكره خبطت في الحكم وراحت للخصم هتتعمل اسقاط، انما لو خبطت في الحكم وراحت لزميله لا هيستمر اللعب. مفيش مشكله. يبقى دلوقتي خبطت الكره في الحكم دي هتبقى فيها اسقاط. متى سيتم تطبيق هذه التعديلات؟ في الموسم القادم 2019 2020. تمام. برضو في تعديل مهم جدا، دلوقتي كان الحكم ما ينفعش يطرد حد من الجهاز الفني والاداري يشير الكارت الاحمر او الكارت الاصفر كانذار، لان كان بيطلعه بيشاور بايده. طبعا المشاوره بالايد ادبيا شكلها مش كويس للجهاز الفني والاداري، فالاتحاد الدولي لا سمح بالحكم ان ممكن يشير الكارت الاصفر او الكارت الاحمر للجهاز الفني او الاداري اللي خارج ارض الملعب. نعم. تمام. نقطه برضو تانية مهمه، كان احنا عندنا اثناء تنفيذ ركله المرمى او اي خطا مباشر او غير مباشر داخل منطقة الجزاء لصالح المدافعين لازم الكرة يا كابتن إسلام لازم تطلع بره خارج 18. مزبوط. تمام، وما تبقاش في اللعب. لا، دلوقتي الاتحاد الدولي قال لك الكرة هتبقى في اللعب بمجرد الكرة أنها تتحرك، بس بشرط بقى أن المهاجم يكون قبل أثناء تنفيذ ركلة المرمى أو الخطأ داخل 18 يكون بره 18. وطبعا هنا لازم المدربين يستغلوا النقطة دي، يعني لو في لعيب فرود سبرنتر والسبرنت بتاعه جامد جامد ممكن يخش يجيب الكره ويحرز منها هدف. دي من الاول ما كانتش موجود، كان ممنوع ان المهاجم يخش تطلع بره. لازم تطلع بره. دلوقتي قال لك لا يقف بره بس اثناء التنفيذ بمجرد انها اتحركت الراجل ممكن يقدر يخش يتحرك. طبعا المدربين لازم يشغلوا الناس عليها. دي نقطه مهمه قوي طبعا، والمدافع برضه. انا من وجهه نظري دي اهم نقطه. برافو عليك. نعم. الباقي بقى كله الطص الاول كان انا اختار انهي ملعب. لا، دلوقتي ممكن تختار ملعب او ممكن تبتدي تختار انت باللعب. بس دي اهم التعديلات تعتبر. دي اهم التعديلات. طب تمام، وسيتم تطبيقها بدايه من الموسم الجديد 2019 2020. طيب يعني اعتقد ان هي تعديلات جيده، يعني فيها جيدة اشياء جدا كثيرة بصراحه بتسمح باستمرار اللعب بشكل استمرار اللعب وهتقلل الاحتكاك، خاصه اللي بيقفوا على في الحيطه او اللي بيعمل الاستبدال مش هيتمشى، لا ممكن يخرج من اي نقطه قريبه باذن الله. تمام كابتن سمير، نرجع تاني نتكلم بقى عن طاقم التحكيم. من وجهه نظرك المباراه هتبقى صعبه، دايما مباريات النادي الاهلي بتبقى مباريات صعبه في ظل هذه الظروف للكابتن امين عمر، تفتكر ان هو
ايه اللي هيحصل؟ كيف سيدير المباراه من وجهه نظرك؟ ان شاء الله من وجهه نظري انا عدم اختياره من ضمن قائمه افريقيا اللي هيلعبوا في كاس افريقيا هتكون حافز ليه ايجابي جدا. نعم. جدا ان شاء الله، عشان يثبت لنفسه الاول ويثبت برضه للاخرين انه كان يستحق انه يشارك في بطوله افريقيا. فهو عنده تحدي داخلي، وطالما ان الحكم عنده تحدي داخلي هيبذل قصارى جهده وهيطلع احسن حاجه عنده في المباراه، وعنده خبرات هيعدي ان شاء الله بالمباراه. المباراه بتاعت النهارده برده اللعب بيبقى مفتوح على فكره. يعني بتروجيت بيبقى، ولكن الملعب برده بيؤثر، احنا اتكلمنا فيها انا وحضرتك برده قبل كده، ولكن الملعب دايما بيؤثر بشكل سلبي جدا. انا بتكلم النهارده على مباراه بتروسبورت يعني مشكله ملعب بتروسبورت، يعني حتى النجيله برده مش بتسمح للعيبه برده يطلعوا افضل حاجه، والملعب برده كنز لحد كبير. فاتمنى برده يعني اختيار الملعب ده مهم جدا عشان يمتع المشاهد واللاعب. تتوقع ان الطاقم التحكيم النهارده يعدي بالمباراه بشكل جيد؟ ان شاء الله ان شاء الله. طاقم امين حكم شاطر، ما هو مش كابتن امين بس، خلي بالك الاثنين المساعدين بيبقى عليهم دور تحسين كبير. لا بص، انت احنا عندنا في يوسف البصاطي، يوسف البصاطي ده حكم دولي من ضمن الحكام بتوع منطقه دمياط اللي مركز قوي مركز قوي، ومعاه محمد عبد المجيد واحد بيتطلع انه يخش القائمه الدوليه. فانا متاكد باذن الله ان شاء الله بعون ربنا ينجحوا ان شاء الله في مباراه النهارده ان شاء الله، وان شاء الله ما نقعدش بعد المباراه تبقى في حاجات فيها يعني جدل كتير، بس ان شاء الله هنطلع حالات كلها ايجابيه باذن الله يستفيد منها الحكام. وبرده زي ما الحكم اوقات بيخطئ، لا احنا ننجحه ونتكلم عليه كويس طالما انه بيأدي مباراه كويسه.